السلام عليكم طلاب سنة أولى إعدادي، ويلكم باك، أهلا بيكم في السيشن الثاني من المنهج. النهاردة إن شاء الله إحنا في يونت 1 My Family and Me، أنا وعائلتي. هناخد النهاردة Lessons 3 and 4، الدروس الثالث والرابع، وهنتعلم النهاردة جرامر مهم جدا وهو Present Simple Tense، زمن المضارع البسيط، طبعا بلس زائد الحاجات اللي موجودة في الدرسين الثالث والرابع من كلمات ملاحظات لغوية وغيره. النهاردة درس مهم جدا، هطلب منك تكبر الصورة وتعلي الجودة ومعاك ورقة وقلم، النقاط المهمة هتكتبها ورايا. وطبعا انت عارف ان جزء الكتاب مهم جدا زي السبورة بالظبط، لازم تحضره لان في كلام كتير هنقوله ان شاء الله. اول ما نخلص الوحدة هنعمل سيشن ازاي تكتب باراجراف وازاي تحل سؤال المحادثة، باعتبار ان دول اسئلة جديدة عليك. درس النهاردة خفيف جدا ومبسط، في اخر الفيديو لو الفيديو عجبك ياريت تعمل لايك للفيديو تقديرا للجهد المبذول فيه، ولو دي اول مرة تشوفني وما اشتركتش في القناة فياريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان تتابع كل جديد بقدمه ليك. ان شاء الله ناويين نشرح المنهج كله على القناة دي، ودلوقتي يلا بقى ما نضيعش وقت كبير ويلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة. Present Simple Tense يعني زمن المضارع البسيط. طبعا احنا متعودين اول ما اقول مضارع نفتكر على طول ان دي حاجة بتحدث الان وقت الكلام، او دي حاجة بتحصل دلوقتي، هو ده المضارع، لان احنا عندنا كده في العربي المضارع هو الحاجة اللي بتحصل دلوقتي، ولكن في الانجليزي في اختلاف شوية، في مضارع بسيط وفي مضارع مستمر وفي مضارع تام. الحاجة اللي بتحصل دلوقتي حالا وقت الكلام دي مضارع مستمر، ودي مش بتكلم عليها النهاردة، انا النهاردة بتكلم على present simple tense زمن المضارع البسيط. Present Simple Tense زمن المضارع البسيط. ايه هو زمن المضارع البسيط؟ زمن المضارع البسيط ده لما بتكلم عموما، مش دلوقتي، يعني السيشن دي والفيديو ده اللي انت بتتفرج عليه ده مش مضارع بسيط، ده مضارع مستمر. المضارع البسيط بتاع النهاردة هو حاجة بتحدث عموما. ايه بيحصل عموما؟ الحقيقة، الحاجات، الحقائق. لما اقول كده The sun، الشمس rises، تشرق in the morning، في الصباح، دي حقيقة. هل دي بتحصل دلوقتي؟ لا، ده مضارع بسيط بتكلم عموما، عموما الشمس بتشرق في الصباح. لما اقول لك it's او it is عشان الفعل يبان hot in summer، الجو حر في الصيف، بتكلم عموما. ممكن نكون في الشتاء وبقول الجملة دي، طب بص للجملة دي it's cold، طبعا انا اختصرت is لأبوستروفي اس، it's cold in winter، الجو برد في الشتاء، بتكلم عموما، بتكلم عموما، احنا مش في الشتاء دلوقتي ولكن انا بتكلم في العموم، دي حقيقة، ده مضارع بسيط. طيب ايه كمان عموما بيحصل ومش حقيقة؟ العادات والاحداث المتكررة. ايه العادات؟ العادة بتاعتك، انت متعود تعمل ايه؟ يعني مثلا انا متعود I get up early، انا بصحى بدري، تمام، انا بتكلم عموما، انا دلوقتي مش بصحى ولا حاجة ولكن دي عادة عندي، دي مضارع بسيط لان انا بتكلم عموما بصحى بدري. I get up early، انا بصحى بدري. لما تقول كده منى brushes، واحنا هنقول دلوقتي ليه مش brush، ليه قلنا brushes وحطينا ES، منى brushes، وطبعا brush يعني يغسل بالفرشة، منى brushes hair teeth، بتغسل سنانها بالفرشة every day، كل يوم، دي مضارع بسيط انا بتكلم عموما، منى بتغسل سنانها بالفرشة كل يوم. لما اقول we، نحن sometimes، احيانا go to school، بنذهب الى المدرسة by bus، بالاتوبيس. هل احنا دلوقتي بنذهب الى المدرسة بالاتوبيس؟ لا، عموما احيانا بنروح المدرسة بالاتوبيس، احنا بنتكلم عموما في العموم، بنروح المدرسة بالاتوبيس احيانا. يبقى ايه هو البريزنت سيمبل؟ البريزنت سيمبل مش حاجة بتحصل دلوقتي، لو حاجة بتحصل دلوقتي قاعد دلوقتي بتتفرج على التلفزيون، قاعد دلوقتي بتحضر الفيديو، قاعد دلوقتي بتعمل الواجب، الحاجات دي اسمها مضارع مستمر وده مش هنتكلم عليه دلوقتي. لكن
الحاجات اللي بتحدث عموما، الحقائق، العادات، المواقف المتكررة اللي بتتكرر، سواء بتتكرر دايما او بتتكرر احيانا او بتتكرر غالبا. المواقف المتكررة هو ده الـ present simple، هو ده المضارع البسيط. طيب بعد كده حبايبي، المضارع البسيط ده بيتكون من ايه؟ ازاي بعمله؟ ازاي بكتبه؟ طيب علشان تكتبه تعال اقول لك حاجتين خفاف جدا. اول حاجة ان الفعل ليه ثلاث تصريفات، ودي جديدة عليك، انت ما كنتش بتاخدها في السنة اللي فاتت. في سنة ستة ما كناش بنقول التصريف الاول والتاني والتالت، احنا كنا بنقول المضارع والماضي، كنا بنقول ان go ماضي went، وsee ماضي saw، وplay ماضي played. تعال بقى نروح اعدادي ونعلى شوية ونقول كلام مختلف واكبر. التصريف الاول هكتبه لك بالعربي، التصريف الاول، لا يا مستر ممكن تقوله بالانجليش، اسمه ايه؟ اسمه present. والتصريف الثاني، طب ممكن يا مستر تقوله بالانجليش، اسمه past. وبعد كده في حاجة اسمها التصريف الثالث، طب ممكن نقوله بالانجليش، حاضر، اسمه past participle. ايه ده يا مستر ده مش كفت؟ طب خلاص تعالى نختصرها، هنقول بي بي التصريف الثالث، البي بي اللي هو past participle، past participle. يبقى اي فعل ليه ثلاث تصريفات، في افعال ليها تصريفين اتنين وبنسميها افعال ناقصه. طيب تعالى ناخد مثال، الفعل play يلعب، التصريف الاول play اللي هو البريزنت المضارع، يبقى ايه هو التصريف الاول؟ هو المضارع. عشان كده لما نيجي نقول المضارع البسيط هنقول هو التصريف الاول. طب التصريف الثاني الباست الماضي played، لما الفعل يبقى منتظم واخره اي دي يبقى التصريف الثالث زي الثاني played. طب التصريف الثالث ده زمنه ايه؟ لا التصريف الثالث ده مش زمن، التصريف الثالث ده انا هستخدمه لما اعمل زمن، هستخدمه قدام لما اخد المضارع التام او الماضي التام او المبني للمجهول، بس احفظه دلوقتي لان احنا هنحتاجه، لكن هو دلوقتي حالا مش عليك لكن هتحتاجه قدام. طيب تعالى ناخد كمان مثال، visit يزور، ده التصريف الاول وده المضارع. الماضي او التصريف الثاني visited، لما نيجي نشرح الماضي هنقول ببساطة هو التصريف الثاني visit visited، والتصريف الثالث ده منتظم يبقى الثالث زي الثاني visited. طيب ناخد مثال لفعل شاذ، go يذهب، ده التصريف الاول او ده المضارع، والتصريف الثاني went، والتصريف الثالث gone، go went gone، go went gone. طب ناخد كمان مثال، verb to be اللي هو am و is و are، ده التصريف الاول يكون am و is و are، am مع I و is مع he و she و it و are مع you و they. التصريف الثاني اللي هو الماضي بتاعهم was و were، was و were. والتصريف الثالث كلمة اسمها been. يبقى الافعال لها ثلاث تصريفات، خلي بالك من دي، التصريف الاول هو المضارع، التصريف الثاني هو الماضي، وبعد كده في حاجة اسمها التصريف الثالث past participle، وبنختصرها ل PP. تاني نقطة بقى عاوزين نعرفها، هي انت طبعا عارف ان الجملة الخبرية بتبدأ بفاعل، لما اقول I like انا احب بدأت بالفاعل، ولما اقول منى listens منى تستمع بدأت بالفاعل. تعال نعمل فريقين، الفاعل ده نقسمه على فريقين، الفريق الاول هيكون I انا، we نحن، you انت، they هم، وبالنسبة للاسماء اي اسم جمع، اي اسم جمع، اي اسم جمع زي the boys الاولاد، the girls البنات، منى and هبة منى وهبة، دول فريق I we you they واي اسم جمع فريق. الفريق التاني هيكون he هو، وshe هي، وit
هو أو هي لغير العاقل. وبالنسبة للأسماء هناخد أي اسم مفرد، أي اسم مفرد، the boy, the girl, أحمد, the cat، أي اسم مفرد. دول فريق. الفريق ده اللي هو he, she, it، وأي اسم مفرد أنا هسميهم بيني وبينكم كده أصحاب الاس. هسمي الفريق ده كده أصحاب الاس. ليه سميتهم أصحاب الاس؟ علشان مثلا لما نيجي نتكلم على have و has هنلاقي ان الفريق ده هي وشي وات واي اسم مفرد خد هاز اللي فيها اس، لكن الفريق التاني اخد هاف. لما نيجي نتكلم على دو وداز هنلاقي ان الفريق ده اللي هو اصحاب الاس خد داز، هي داز، شي داز، ات داز، احمد داز، لكن الفريق التاني اخد دو. لما نيجي نتكلم على ام واز وار هنلاقي ان الفريق ده اخد از اللي فيها اس، لكن الفريق ده اخد ام وآر، أم مع أي والباقي بياخد آر. لما نيجي نتكلم على was where، لما نيجي نتكلم على was where هنلاقي إن الفريق ده أخد was، he was، she was، it was، وأي اسم مفرد منى هياخد was، وكذلك أي هتبقى معاهم دلوقتي، ولكن مع where الفريق ده هياخد where. يبقى الفريق ده أنا بسميه أصحاب الاس. لما نيجي نتكلم حالا على play و plays، play و plays هنلاقي ان plays اللي فيها s هتيجي مع اصحاب الاس. نقول he plays، ما ينفعش نقول he play، لا، اصحاب الاس هياخدوا الفعل اللي فيه s، لكن الفريق التاني هياخد play. يبقى الجزئية دي برضو لازم تكون عارفها. يبقى انت كده لازم تكون عارف تصريفات الافعال، ولازم تكون عارف اصحاب الاس he و she و it واي اسم مفرد. وفي معلومة صغيرة قوي 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 ان do does هنستخدمها دلوقتي برضو وتبقى عارفها. do و does لما يجي معاهم فعل يبقى فعل في المصدر. الفعل في المصدر يا حبيبي هو الفعل بدون اضافات. يعني بص كده لي like، يحب، likes، liked، المصدر هو like لانه بدون اضافات، لكن likes لا، في اضافات، في اس. liked لا مش مصدر لان في اي دي. لما اقول play، plays، playing، played، مين المصدر؟ الفعل في المصدر هو play بدون اضافات، لكن plays، playing، played لا مش مصدر لان في اضافات. do does لما يجوا بقى do does، لما يجوا do وداز، لما يجوا في أي شكل ممكن يجوا دو داز، ممكن يجوا دونت نحط لهم نوت ودازنت. المهم لما تلمح دو داز في أي شكل لازم الفعل اللي هيجي معاهم في الجملة، هم شرطين كده، الفعل اللي هيجي معاهم في الجملة يكون فعل في المصدر، يعني لازم يكون زي لايك وبلاي بدون إضافات. دو داز هم كده عاوزين كده، الفعل اللي هيجي معاهم يكون فعل في المصدر. يعني ما تقولش هي دازنت لايكس، خلي بالك علشان خاطري من دي، ما تقولش he doesn't likes. ايه الخطأ اللي هنا؟ ده الجملة دي ممكن تجي لك في السؤال الجديد بتاع تصحيح الخطأ وياخد خط تحت likes. الخطأ يا حبيبي ان does get و does بتشترط ان الفعل يجي معاها فعل في المصدر، يبقى الصح ان احنا نقول like فعل بدون اضافات. ليه؟ علشان does. يا مستر طب ما انت بتقول ان هي من اصحاب الاس والفعل اللي يجي مع هي بنضيف له اس. طب ما احنا عملنا كده فعلا، احنا قلنا داز ما قلناش دو، ما احنا ضفنا الاس فعلا. بس داز دي ليها نظام، ليها قاعده بتقول لي كده لازم الفعل اللي يجي معايا يكون فعل بدون اضافات، فاضطريت ان انا اجيب لايك علشان داز موجوده، داز قاعده. الكلام ده دو وداز. هل في حاجة تانية من فريق المصدر؟ كتير قوي، اللي كان متابع معايا السنة اللي فاتت عارف الكلام ده. احنا كنا بنسميهم فريق المصدر، لكن دلوقتي خلينا نركز على دو وداز. طيب نرجع تاني للبريزنت سيمبل. احنا قلنا ان البريزنت سيمبل حاجة بتحدث عموما، يعني مش دلوقتي حالا، زي الحقيقة وزي العادة وزي المواقف المتكررة. طيب البريزنت سيمبل ده بيتكون من ايه؟ من التصريف الاول. احنا الحمد لله قلنا ايه هو التصريف الاول، هو التصريف الاول. بس التصريف الاول ده هنعمل فيه حاجة صغيرة،
هنضيف في اخره اس زي الفعل play هو التصريف الاول اهو هنضيف في اخره اس ونقول plays امتى لما يجي مع اصحاب الاس اللي هم هي وشي وات واي اسم مفرد طب جه مع الفريق التاني لا ما تضيفش اس يعني عاوز تقول I play انا العب تنس ده صح طيب هيجي مع شي هتقول شي plays تنس وطبعا انت شاطر وعارف ان الجملة دي مش معناها ان انا بلعب تنس دلوقتي دي معناها ان انا عموما بلعب تنس لو انا بلعب تنس دلوقتي يبقى كلام تاني خالص ومضارع مستمر ما بتكلمش عنه دي مضارع بسيط تفهم منها ان دي عموما انا بلعب تنس وممكن اقولها وانا نايم او وانا باكل واقول لك كده انا بلعب تنس واقصد عموما بلعب تنس لان استخدمت present simple مضارع بسيط شفت المضارع البسيط هو التصريف الاول وضفنا للتصريف الاول اس امتى عملنا الحركة دي لما التصريف الاول ده جي مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد التصريف الاول ممكن ما نضيفش اس ممكن نضيف في اخره اي اس لو لقينا التصريف الاول بيخلص بأو او اكس او اس او اس اس او اس اتش او سي اتش هضيف في اخر التصريف الاول اي اس زي الفعل جو لما يجي مع اصحاب الاس هنقول جوز نضيف اي اس لانه انتهى بأو انتهى بأو نقول كده I go we go you go أنت تذهب لكن he نقول he goes نضيف ES علشان كده كنا خدنا مثال من شوية بيقول brushes وضفنا لبراش يغسل بالفرشة ES ليه لأنه انتهى بSH لما يجي مع أصحاب الS نضيف ES مش S طيب التصريف الاول ده لو انتهى بواي والله على حسب بقى زي play لو قبل الواي حرف متحرك الحروف المتحركة A E I O U لو قبل الواي حرف متحرك مفيش مشكلة حط اس عادي لما يجي مع اصحاب الاس طيب لو قبل الواي حرف ساكن tidy يرتب او ينظم عايز تقول هي ترتب هتبقى الشي طبعا مش هينفع نقول شي تايدي لان شي من اصحاب الاس الفعل ده انتهى بواي وقبل الواي حرف ساكن الدي ساكن مش متحرك في الحالة دي هنقلب الواي هنقول معلش يا واي امشي ونقلب الواي لآي ونضيف اي اس ونقول شي تايدز تمام الفعل كراي قبل الواي حرف ساكن لما الفعل cry يبكي يجي مع اصحاب الاس هنقلب الواي لاي لان الواي قبلها ساكن فبنضطر نقلب الواي لاي ونضيف اي اس يبقى منظره كده cries لما يجي مع اصحاب الاس هي وشي وات واي اسم مفرد خلي بالك من verb to be am و is و are لما يجوا بدون فعل في ing يبقى دول مضارع بسيط لما يجي كده am و is و are ومش معاهم playing reading لما يجوا بدون فعل في ing يبقى ده مضارع بسيط ونقول كده I am وهي وشي وات واي اسم مفرد اللي هم اصحاب الاس اكيد هياخدوا is وي ويو وذي واي اسم جمع the boys دول هياخدوا are ونكمل باي حاجة الا فعل في ing يعني ممكن نكمل باسم نقول I am مصطفى ممكن نكمل بصفة he is happy ممكن نكمل بحرف جر we are at home نحن في البيت يبقى احنا لما نكمل باسم او صفة او حرف جر يبقى احنا كده بنتكلم مضارع بسيط ما بنتكلمش مضارع مستمر يبقى ده بالنسبة لام واز وار وام واز وار ليهم نظام تاني كده عن كل الافعال لما نيجي ننفيهم غير اي فعل بنحط لهم not يعني نقول he is لما اجي انفيها اقول he isn't نحط لها not على طول كده he isn't happy
هو ليس سعيد. باقي الافعال ليها نظام تاني، ما ينفعش احط not لبلاي مثلا، he play not، لا ما ينفعش. لكن verb to be ليه نظام كده. برضو verb to have و has لما ما يجيش وراهم تصريف تالت يبقى ده verb to be. نقول I have a new car، انا عندي سيارة جديدة، او she has، برضو has ممكن معناها يتناول، she has breakfast، هي تتناول الفطار، in the morning في الصباح، طبعا ما كلنا بنتناول الفطار في الصباح، لا في ناس بتصحى الظهر، she has breakfast in the morning، هي تتناول الفطار في الصباح. ده present simple، ده مضارع بسيط. طيب انا عاوز انفي المضارع البسيط، يعني اقول الكلام ده ما حصلش. يعني مثلا لما اقول I get up، انا بصحى at 7 في الساعة 7، او اقول مثلا she goes to school by taxi، بس انا عاوز اقول الكلام ده ما حصلش، انا ما بصحاش الساعة 7، عاوز انفي الجملة دي. لو الفاعل حاجة من الفريق الاول هنفي بدونت، اللي هو اي او وي او يو او ذي او اي اسم جمع، هنفي بدونت واقول كده I don't get up early او at 7، I don't get up at 7 لو الفاعل اي او وي او يو او ذي او اي اسم جمع. اما لو الفاعل من الفريق التاني اللي هم اصحاب الاس، اللي هم هي وشي وات واي اسم مفرد، في الحالة دي مش حنفي بدونت، لا حنفي باللي فيه اس، doesn't يعني شي من اصحاب الاس، علشان تنفي هتقول she doesn't he doesn't it doesn't، الاسم المفرد منى doesn't، اصحاب الاس هنفي معاهم بdoesn't، لكن الفريق التاني هنفي بdon't. ضارع البسيط بنفي بdon't او doesn't، هنقول كده she doesn't. طب نكمل، يلا she doesn't goes، لا انا لسه قايل ان does معاها فعل في المصدر، she doesn't go فعل في المصدر بدون اضافات، she doesn't go to school، هي لا تذهب الى المدرسة by taxi، بالتاكسي. ده نفي المضارع البسيط، بنفي المضارع البسيط don't و doesn't، don't و doesn't. الفريق الاول I we you they واي اسم جمع بنفي معهم don't والمصدر طبعا. الفريق التاني اصحاب الاس he و she و it واي اسم مفرد بنفي المضارع البسيط معهم doesn't، بنفي المضارع البسيط معاهم ب doesn't وفعل في المصدر. ممكن يجي لك في سؤال تصحيح الخطأ يقول لك I doesn't، لا I don't. ممكن يقول لك she don't، لا she doesn't. ممكن يقول لك she doesn't plays، لا she doesn't play. مع does بستخدم فعل في المصدر. طيب ازاي بنسأل في زمن المضارع البسيط؟ انا كل الجمل اللي قلتها المضارع البسيط جي جملة خبرية احكي لك حاجة، لكن انا عاوز المضارع البسيط يجي سؤال. هو السؤال نوعين، في سؤال اجابته yes و no، وده اسمه استفهام بهل، اوله هل، وده علشان تعمله هتبدأ الجملة بدو او does، تبدأ كده اول حاجة تقولها do، عشان كده عملت الدي كابيتال لانه بقى اول حاجة، او does. لما do does يجوا في الاول خالص معناهم هل. طيب هكمل بايه؟ استنى، do هتيجي مع الفريق اللي ما فيهوش s، I تكمل كده ب I او we او you او they او اي اسم جمع، the girls البنات. طيب does هتيجي مع اصحاب الاس، does فيها اس، هتكمل به او she او it او اي اسم مفرد. فلما تقول do I، هل انا، لسه قايل do في الاول يعني هل، do we هل نحن، do you هل انت، do they هل هم، do the girls هل البنات. ولما تقول does مع اصحاب الاس، does he هل هو، does she هل هي، does it تقصد غير عاقل، does علي هل علي.
وبعد كده هتكمل بفعل في المصدر، علشان دو داز لازم يجي معاهم فعل في المصدر اللي احنا هنسميه بالانجليزي انفينيتيف، ونختصره لاي ان اف، اقصد فعل في المصدر زي لايك وزي واتش بدون اضافات. نقول لك كده: دو يو لايك، دو يو لايك، هل انت تحب؟ Does he watch؟ هل هو يشاهد؟ ده الاستفهام بهل في زمن المضارع البسيط لبريزنت سيمبل. وكمل بقى جملتك عادي، يعني مثلا Do you like English؟ وما ننساش question mark. Do you like English؟ هل أنت تحب الإنجليزي؟ Does he watch the film of the movie؟ هل هو يشاهد الفيلم؟ Does he watch the film؟ يبقى ده استفهام بهل في زمن المضارع البسيط، بتبدأ بدو does، بيجيب لك في سؤال تصحيح الخطأ الحاجات دي. يقول لك مثلا does you، does you، ويحط خط تحت does، لا هو مش does you، المفروض أقول do you، أو يحط خط تحت you، لا المفروض بدل يو نقول هي او شي او ات او اي اسم مفرد، علشان هم دول اللي بيمشوا مع داز. او يجيب لك كده داز هي واتشد، لا واتش فعل في المصدر. يبقى خلي بالك من الجزئيه دي، ده الاستفهام بهل في البريزنت سيمبل. طب انت لو عاوز تحط اداه استفهام، حط هنا اداه استفهام، ابدا باداه، هي هي التركيبه بالظبط، وحط قبلها اداه استفهام. يبقى هنا هنحط دبليو اتش وورد، او كلمه اداه استفهام زي وات، وير، وين، هاو، واي، اي اداه استفهام حطها هنا. وبعد كده دو داز، بس خلي بالك دو داز هنا مش هيبقى دي كابيتال، لان دول مش في الاول، في الاول بقت كلمه استفهام، هتبقى دي سمول عادي ودي سمول عادي. نشيل ده كده، تعال نبص للسؤال. نحط مثلا اداه الاستفهام وات مثلا، نبدا باداه استفهام وبعد كده كاننا بنعمل استفهام بهل. وات دو يو لايك، وات دو يو، حط مثلا اداه الاستفهام وين، متى، وين، نقول when does he watch، متى يشاهد، ونكمل مثلا the film، when does he watch the film، متى يشاهد الفيلم. يبقى احنا بنحط اداة استفهام علشان نسأل باداة استفهام في زمن المضارع البسيط. بنبدأ باداة استفهام what، when، how، where، وبعد كده do او does، وبعد كده فاعل، وبعد كده فعل في المصدر، علشان تسأل باداة استفهام في present simple في زمن المضارع البسيط. وطبعا لما تيجي تجاوب بتجاوب في زمن المضارع البسيط. يعني انا لو قلت لك when does he watch the film، هتيجي تجاوب وتقول he watches، does مشيت، الاس ترجع بقى الامور ترجع طبيعيه، he watches، ونحط es لان اخرها ch، he watches the film، هو يشاهد الفيلم at 8، في الساعة الثامنة. He watches the film at 8. دي عموما عادة عنده انه بيتفرج على فيلم الساعة 8. He watches the film at 8. اخر حاجة هنتكلم عليها في present simple في زمن المضارع البسيط، الكلمات الدالة او keywords. في كلمات كده لما بتشوفها بنستخدم زمن مضارع بسيط. هو قدام في ثانوي هيبقى في كلام تاني مختلف شويه عن الكلام ده، ممكن نلاقي الكلمات دي في الماضي عادي، ولكن دلوقتي خليك معايا خطوه خطوه. الكلمات اللي هقولها دلوقتي دي كلمات المضارع البسيط. ايه هي الكلمات دي؟ استنى، هو انا مش لسه قايل ان المضارع البسيط بيعبر عن عاده او حقيقه او احداث متكرره؟ يبقى الكلمات اللي بتفيد التكرار هي دي كلمات المضارع البسيط، زي always دائما خدناها السنة اللي فاتت. always بتفيد التكرار، يبقى لما نشوف always نختار مضارع بسيط. وزي كلمة usually عادة بتفيد التكرار، وoften غالبا أو كثيرا، وsometimes أحيانا، وnever أبدا. نيفر برضو بتفيد التكرار، ان الحاجة دي عمرها ما حصلت. يبقى الكلمات دي من كلمات المضارع البسيط، لما تشوفها اختار مضارع بسيط. الكلمات دي بتيجي في زمن المضارع البسيط. طب انا لو عاوز احط الكلمات دي في الجملة تتحط فين؟ الكلمات دي تتحط قبل الفعل، الفعل الاساسي تتحط قبله. يعني تقول كده she always
goes to bed early. هي دايما بتذهب الى النوم مبكرا. شفت كلمات التكرار او كلمات المضارع البسيط بتيجي قبل الفعل، الفعل هو goes. طب انت ليه يا مستر بتشرح دي قوي ويعني بتضغط عليها قوي؟ لان الحته دي هتجيلك تصحيح خطا، هيقول لك كده في سؤال تصحيح الخطا she goes always، ويحط خط كده to bed early. مطلوب منك انك تصحح الغلطه دي، هي مش goes always، always ما بتجيش بعد الفعل، هتقوم انت كاتب always goes، عكسهم عشان تبقى الجمله صح ويبقى always قبل الفعل. كذلك usually و often و sometimes و never بيجوا قبل الفعل، وبيجوا كمان بعد am و is و are، بعد verb to be، ما بيجوش قبله. يعني بقول كده he is never late، عمره ما جه متأخر. ظروف التكرار او كلمات التكرار اللي هي always usually often sometimes whenever بتيجي قبل الفعل، بس بتيجي بعد am و is و are، بعد am و is و are، بعد am و is و are. وممكن يجي لك في سؤال تصحيح الخطأ يقول لك he never is late. الغلطة never is، لا، كلمات التكرار بتيجي بعد am و is و are، فنقول كده is never، he is never late. إلا كلمة تانية وهي every day، كل يوم. every day دي ما بتجيش زي دول قبل الفعل وبعد، لا 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 لا، every day بتيجي يا في أول الجملة يا في آخر الجملة، وفي الغالب بتيجي في آخر الجملة. every day كل يوم، بس بتجيبها في اخر الجملة وتقول كده I go to school، انا اذهب الى المدرسة every day، كل يوم. طبعا الجمعة ما بروحش. I go to school every day، انا اذهب الى المدرسة كل يوم. I play football، بلعب كورة every day، كل يوم. She listens to music، هي بتستمع الى الموسيقى every day، كل يوم. يبقى every day بتيجي يا اما في اخر الجملة يا اما في اول الجملة. وبرضو من الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط اداة الاستفهام اللي بتسأل عن الكلمات اللي سائلها، يعني always و sometimes و usually و often و never و every day، دايما عادة غالبا كل يوم. الاداة الاستفهام اللي بتسأل عليهم هي كم عدد المرات، how often، how often، كم عدد المرات. دي اجابتها always، دايما كم عدد المرات اللي بتذهب فيها الى السباحة، دايما كم عدد المرات اللي بتتناول فيها طعام صحي عادة. يبقى how often كم عدد المرات، اجابتها always sometimes usually often never every day. علشان كده how often بتيجي في المضارع البسيط، يبقى ما نقولش how often did، لا، نقول how often do او does، مضارع بسيط، كأني بعمل مضارع بسيط على طول، بكون سؤال مضارع بسيط، نجيب بعد how often مضارع بسيط، لان how often من كلمات المضارع البسيط مش من كلمات الماضي. يبقى how often do you، how often does she، يبقى how often برضو من كلمات المضارع البسيط، بتيجي في زمن المضارع البسيط. كده احنا خلصنا زمن المضارع البسيط. علشان خاطري خلي بالك ان مع do does بستخدم فعل في المصدر، خلي بالك قوي من الجزئية دي علشان خاطري، مع do does بستخدم فعل في المصدر. ان كلمات التكرار always sometimes usually بتيجي قبل الفعل الاساسي او بعد verb to be. طبعا verb to be هو am و is و are. ودلوقتي يلا بينا ننتقل للجزء الثاني وهو جزء الكتاب. نيجي بقى ناخد كلمات lessons 3 and 4، الدروس الثالث والرابع. هنبدأ بالبلاد والدول. مصر Egypt، Egypt. فرنسا France، France. المغرب أو مراكش Morocco، Morocco. وعمان Oman. جنوب أفريقيا اسمها South Africa، South Africa، South Africa. في كلمات مهمة جدا 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 في lesson 4، مغامرة Adventure، Adventure، Adventure. معزة goat، goat.
يتيم orphan، كلمة مهمة جدا orphan orphan orphan. الصندرة attic أو علية المنزل، أوضة صغيرة كده في السقف بنعين فيها الحاجات اسمها attic attic attic، كلمة مهمة جدا وبتيجي في الأسئلة كتير attic. جبل mountain mountain. كلمة sheep ممكن خروف وممكن أغنام، يعني تنفع للمفرد والجمع، المفرد sheep والجمع برضو sheep. المطار airport airport. كيب تاون ودي مدينة في جنوب أفريقيا اسمها كيب تاون كيب تاون. يلحق بالطائرة catch a plane catch a plane، مش يمسك الطيارة لا يلحق بالطيارة. صديق أو صديقة friend friend. كم المدة أو ما طول المدة how long how long، أقول لك كده how long did you stay in France، ما المدة اللي قعدتها في فرنسا. يعيش live live. باريس اللي هي عاصمة فرنسا Paris Paris. يعمل work work work. حيوان animal animal. يصل arrive. الدي اللي بين أقواس دي يعني ماضيها بنضيف دي ونقول arrived، وطبعا arrive بتاخد حرف الجر in أو at، يعني arrive in، نشوف الفرق كده نكتبه على السبورة هنا، الفرق بين arrive in و arrive at، هو أمة يصل يعني arrive arrive arrive. دي بتاخد حرفين جر، بتاخد in وبتاخد at. arrive in لما تقول كده arrive in يعني يصل إلى مكان كبير زي الدولة أو المدينة، نقول arrive in Egypt يصل إلى مصر، أو نجيب مدينة arrive in Cairo. لكن arrive at لا، arrive at دي يصل إلى مكان صغير، نقول كده arrive زي إيه مثلا، مكان صغير زي المدرسة المستشفى البنك. arrive at the hospital يصل إلى المستشفى، مكان صغير ناخد at، مكان كبير ناخد in. يبقى ده بالنسبة للفعل arrive. طيب نكمل بقى الكلمات بتاعت الكتاب، احنا قلنا يصل arrive. طيب السرير او الفراش bed bed، ولك يذهب الى السرير او يذهب الى الفراش bed bed. خبز bread bread. مدينة city اقصد مدينة كبيرة city city. زهرة flower flower. رجل كبير في السن او رجل عجوز old man old man. دولة سويسرا switzerland switzerland. يمشي walk walk، وطبعا ايدي walked مشى. يجري مكالمة فيديو اسمها make a video call، ركز علشان خطي مش do، هتجيلك في سؤال تصحيح الخطأ did او does او do، قوله لا مش do خالص ولا الفعل do خالص، هي make a video call، يجري مكالمة فيديو، ممكن نقول make a call يجري مكالمة، تاخد make ومع هي وشي وإت هتبقى makes، وفي الماضي هتبقى made. طيب يرى الطيور see birds، سهل قوي see birds. يعمل بجد work hard work hard، يعمل بجد نقول كده my father works hard، أبي يعمل بجد. يمشي في الجبال walk in the mountains، سهل قوي يمشي walk وفي in والجبال the mountains walk in the mountains. طيب نيجي لحروف الجر، في البيت at home at home، تاخد حرف الجر at. جيد في good at good at English، جيد في الانجليزي. يلعب play يلعب مع play with play with. بالاتوبيس by bus by bus. على الهاتف on the phone، هي بص الاختراعات دي حرف الجر on، قول on the phone on the computer on the radio on the internet، حاجات دي اديها حرف الجر on on TV طبعا on the phone on the phone، على الهاتف on the phone on the phone، تاخد on لما تيجي اختار on، اختار مع the phone on. يتواصل مع communicate with، طبعا كلمة communicate او الفعل communicate يعني يتواصل، لما انا اتواصل معك communicate with you اسمها كده communicate with communicate with. كثير من a lot of او lots of، وبيجي بعدها اسم جمع، ما ينفعش كثير من الولد لا كثير من الأولاد a lot of boys. مكان به a place with،
a place with بستخدم with للوصف a place with نقول كده a place with a lot of trees مكان به كثير من الأشجار في قمة at the top of ونكمل في قمة ايه في قمة المنزل at the top of the house طب ايه اللي موجود في قمة المنزل حاجة لسه قايلينها attic الصندرة بعيدا عن away from people بعيدا عن الناس away from يعيش مع live with أو I live with my family أنا أعيش مع أسرتي ناخد الكلمة وعكسها هناك there نطلع لسنة there هنا here ham حاجة مهمة important طيب مش مهمة أحط قبلها unimportant كبير السن old نقول old man راجل عجوز طيب صغير السن young حزين sad سعيد happy سهل easy صعب difficult كبير الحجم big صغير الحجم small نيجي ناخد الأفعال الثلاث تصريفات زي ما اتفقنا حتى قالك present past participle catch يلحق بي لما قلنا catch the bus يلحق بالأوتوبيس والماضي coat والتصريف الثالث coat يشعر feel والماضي felt لو التصريف الثاني والتصريف الثالث felt يطير fly والماضي flow والتصريف الثالث flown يصنع أو يجعل make والتصريف الثاني made والثالث made take يأخذ أو يستغرق لو جي بعدها مدة نقول take a week تستغرق أسبوع take took الماضي والتصريف الثالث taken يشرب المضارع drink والماضي drank والتصريف الثالث drunk يأكل eat والتصريف الثاني أو الماضي ate والتصريف الثالث eaten يذهب go والماضي went والتصريف الثالث gone يعرف know والماضي know والتصريف الثالث known ينام sleep ده المضارع أو التصريف الأول وده اللي بنضيف له اس مع أصحاب الاس والماضي أو التصريف الثاني slept والتصريف الثالث slept نقول كده sleep slept slept تعال شوف ال confusing words الكلمات المزعجة every day اللي هي كلمتين كلمة وكلمة في مسافة بينهم every day و every day اللي هي كلمة واحدة بدون مسافة every day اللي هي كلمتين معناها بالعربي برضو كلمتين كل يوم طيب every day اللي هي كلمة واحدة معناها بالعربي كلمة واحدة يومي دي صفة نقول كده everyday action everyday routine يعني الروتين اليومي طيب bread خبز bread br bread وbird لحية beard take يأخذ talk يتكلم في فرق بين take و talk sheep اللي هو الخروف أو الخرفان sheep طيب الكلمة اللي بعدها ch تبقى cheap اللي هو رخيص الثمن cheap التعبيرات دي مهمة جدا لأهم الكلمات goats ايه هي الgoats الماعز animals حيوانات that are like sheep يعني مثل الخرفان orphan يتيم مهمة قوي orphan a child طفل with no mother or father ما عندوش أم أو أب اسمه orphan علشان خاطر نحفظها orphan يتيم orphan attic الصندرة a room غرفة at the top of the house في أعلى المنزل city المدينة الكبيرة a place with lots of houses and shops وبها الكثير من المنازل والمحلات اسمها كده city اللي هي المدينة الكبيرة تعال بعد كده take يعني يأخذ أو يستغرق لما نقول كده يا حبايبي take بس نجيب بعدها مدة يعني هنقول كده take مدة مثلا مدة زي a week take a week يعني تستغرق أسبوع take a week يعني نرفع كده التليفون بحيث ان احنا نشوف الحاجة دي أوضح تمام
take a week يعني تستغرق أسبوع. بعد كده نقول to لكي, take a week to تستغرق أسبوع لكي. وبعد كده نجيب فعل في المصدر finish مثلا لكي تنتهي أو complete تكتمل. يبقى take مدة, to مصدر, take مدة, to مصدر. شوف هنا في الكتاب قالك ايه, قالك I took أنا استغرقت 2 hours ساعتين to do my homework. I took 2 hours to do my homework. أنا استغرقت ساعتين لكي أفعل واجبي. take مدة, to مصدر. طيب make معناها يصنع, كلنا عارفين كده. طب لما أقول مثلا make my sister مش معناها يصنع أختي, لا يجعل. لما يجي بعدها عاقل يبقى make معناها يجعل. make مثلا my sister يعني أجعل, أو make my sister أنا أجعل أختي. I make my sister مثلا laugh. شفت هنا make شخص مصدر, أو make مفعول مصدر. make مفعول مصدر, make يجعل وبعد كده مفعول وبعد كده مصدر. يبقى make مفعول مصدر. وممكن make مفعول صفة يعني make my sister happy. I make my sister happy أنا أجعل أختي سعيدة. يبقى make مفعول مصدر أو make مفعول صفة. شفت هنا نقولنا my little sister أختي الصغيرة made us laugh جعلتنا نضحك, أدي make مفعول مصدر بس جه ماضي. أو the show العرض made us happy جعلنا سعداء. أقرأ على my grandfather عشان لو جه paragraph زيها. نقول كده I have a big family, دايما ما نبدأش في الموضوع على طول, يبقى في مقدمة الأول. I have a big family أنا عندي أسرة كبيرة. I love all my family أحب أسرتي كلها. My grandfather's name اسم جدي is كمال. نبدأ نتكلم عليه أهو. He is 65 years old. He lives on a farm بيعيش في مزرعة. نقول اسمه ونقول عمره. عايش فين؟ طب وظيفته. He is a farmer. His favorite food طعامه المفضل is fish and rice. كل حاجة عنه. His hobbies هواياته are reading and fishing القراءة والصيد. I love him so much أحبه كثيرا because لأن he is friendly and kind هو ودود وطيب. He always helps me دايما بيساعدني and the other members of the family والأعضاء الآخرون في الأسرة. He gives us money بيعطينا مال every day كل يوم. ليه؟ to buy what we need لنشتري ما نحتاجه. His life is busy حياته مشغولة. But he spends much time ولكن بيقضي وقتا كثيرا helping us في مساعدتنا study new lessons نذاكر دروس جديدة. طبعا احنا هيبقى عندنا سيشن نشرح فيه الباراجراف والكلام ده. طبعا احنا كده خلصنا الدرس. الواجب هو عبارة عن سؤال أول, سؤال listening استماع, مفروض أنت بتسمع فقرة وبناء عليها بتختار, وبعد كده سؤال choose وسؤال تصحيح خطأ, وسؤال بتتكلم على your favorite hobby هوايتك المفضلة. ما تبدأش فيها على طول, لما تيجي تكتب الباراجراف اتكلم عن نفسك الأول. I am أحمد, I am 13 years old مثلا, I am in prep 1 أنا في أولى إعدادي, I have a lot of hobbies عندي هوايات كتيرة, وبعد كده أبدأ أقول بقى my favorite hobby هوايتي المفضلة. اختار حاجة نتكلم فيها. is reading I go to the library أذهب إلى المكتبة مثلا every day كل يوم. I read a lot of books أقرأ كثير من الكتب, حاجات كده مثلا. I like adventure books أحب كتب المغامرات. أمين بيساعدك مثلا. My teacher helps me أستاذي بيساعدني. I read at home وبقرأ في البيت. I read مثلا in the evenings بقرأ في أوقات المساء والحاجات دي. لو الفيديو عجبك ياريت تعمل لايك للفيديو. لو في اي ملحوظة عاوز تقولها لي اكتب لي في الكومنتس وانا بقرأ كل الكومنتات وبرد عليها. وياريت تنضم لجروب التليجرام علشان هبعت لك الماتيريال الشرح والواجب وهصحح لك الواجب وهتواصل معك. انت توحشني كتير جدا 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 لغاية السيشن الجاي. ودلوقتي بقى بكل اسف هقول لك جود باي, مع السلامة.